هذا صوت حسين، يعرفه أبناء الحي كما تسبقه إلى مسامعهم صوت طبلته في أزقة وشوارع مدينة تريم بمحافظة حضرموت. في هذه الأثناء هو لا يكون سوى في مهمة إيقاظ سكان المدينة لتناول وجبة السحور. يعد صوته وطبلته أو ما يعرف بالطاسة واحدة من أهم الطقوس التي تميز شهر رمضان المبارك، كواحدة من الآلات التي ترافق الناس في رمضان، وصارت جزءا من حياتهم على الرغم من وجود آلات عصرية. نحن في هذه المنطقة في مدينة تريم خصوصا نعتمد كثير جدا على مهمة المسحراتي الذي يقوم بإيقاظنا كل ليلة لأداء السحور. أخذ حسين على عاتقه الاستمرار في المحافظة على تقليد شعبي كموروث يفتخر به بعد أن توارثه من الآباء والأجداد. يقول حسين أنه تولى هذه المهمة بعد وفاة والده ليواصل مشوار مهنة المسحرات دون أي مقابل مادي، لكن بغية المحافظة على العادات القديمة في المحافظة والبلاد عموما. أنا أعمل كمسحراتي في هذه المنطقة في مديرية تريم محافظة حضرموت منطقة المحيضرة، خلفا للوالد الله يرحمه لأنه كان يعمل في هذه المنطقة، وكان برضو جدي الله يرحمهم جميعا كانوا يعملون كمسحرات في هذه المنطقة، وأنا الآن خلفا لهم ظل هذه الطاسة ويقاض الناس لأخذ وجبة السحور لكي تعينهم على أداء صيام يعني. ولو أنه الآن كثير من الشباب يرى أن هذه عادة قديمة ومع ظهور التكنولوجيا وهذا، لكن أنا في نظري الخاص أنا أرى أنها تراث من التراث الإسلامي، تعد من التراث الإسلامي، ولأنها تعطي رمضان روحانيته ونكهته الخاصة يعني. بينما يتجول حسين في أزقة وبيوت الحارة يستقبله بعض الأولاد بالماء البارد والعصائر، وذلك لإعانته على مواصلة المسير. يشكو المسحرات المجتهد ضعف الاهتمام من قبل الجهات المعنية كمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمدينة للحفاظ على الموروث الشعبي الذي امتاز به هذا الشهر الفضيل وخصوصا في مدينة تريم. المسحراتي مهنة تراثية قديمة في شهر رمضان المبارك، لكن في وقتنا الحاضر باتت على حافة الانقراض. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.